كنت على باب ثاني ما اخذش الهويه قال يروح من هون قال يروح على باب حولت يعني واحد جايين نصلي رفضك صح دائما برفضوا كانهم مسجدهم طب مسجد احنا سلميين يعني مش حاملين ولا إشي هذا مسجد مصر الرسول عليه الصلاه والسلام وفرت اي سبب ولا بقول لك انت بتخلوا في المنع الامني وانت بتعملوا مشاكل احنا جايين على مسجدنا جايين نعمل مشاكل جايين احنا نصلي بس هم النازيين هم طبيعتهم هذه الحال ولا بوابة راضين عبرونا بس احنا راح نضلنا موجودين مش راح نترك هاي الارض وهذا مسجدنا راح نضلنا نصلي